قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة التطوع. صلاة التطوع هي النوافل، وصلاة التطوع تأتي بعد الفرائض، بعد الصلاة الفرائض. في الحديث القدسي أن الله جل وعلا يقول: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. يعني أن الله يوفقه في هذه الأعضاء ويحفظها له. فالصلاة لا شك، قال جل وعلا: واستعينوا بالصبر والصلاة. فالصلاة مع الصبر استعانوا بهما على مشاق الحياة وعلى المكاره. نعم. قال أبو العباس: التطوع تكمل به صلاة الفرض يوم القيامة إن لم يكن أتمها، وفيه حديث مرفوع. قال أبو العباس، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه يكنى أبا العباس، قال: إن الفرائض تكمل يوم القيامة من صلاة التطوع. وهذا يشهد له الحديث أن الله جل وعلا يقول لملائكته: التمسوا هل لعبدي من تطوع. إذا حصل في صلاته نقص، إذا حصل في صلاة الفريضة نقص، يقول لملائكته: التمسوا هل له من تطوع. نعم. وكذلك الزكاة وبقية الأعمال. نعم، بقية أركان الإسلام: الصلاة، شهادة لا إله إلا الله، ثم إقام الصلاة، ثم إيتاء الزكاة، ثم صوم رمضان، ثم الحج إلى بيت الله الحرام. هذه أركان الإسلام الواجبة على المسلم، وهذه الأركان لا بد من القيام بها والإتيان بها، ثم بعدها تأتي النوافل. نعم. ثم تعلم العلم وتعليمه. ثم بعد أركان الإسلام تعلم العلم وتعليمه، لأن العلم يستقيم به الدين، تعرف به الأحكام، ويعبد الله جل وعلا به. والعلم المراد به ما جاء عن الله جل وعلا وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ما جاء في القرآن والسنة. نعم. قال أبو الدرداء: العالم والمتعلم في الأجر سواء. أبو الدرداء الصحابي الجليل رضي الله عنه يقول: العالم والمتعلم في الأجر سواء. وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فلا يقتصر الإنسان على نفسه، تعلم ويقتصر على نفسه، بل لا بد إذا تعلم أن يعلم غيره، لأن هذا العلم للجميع. نعم. وسائر الناس همج لا خير فيهم. الذين لا يتعلمون ولا يعلمون ولا يقيمون دينهم، هؤلاء همج لا خير فيهم. هؤلاء لا خير فيهم إذا ضيعوا دينهم، لا سيما ضيعوا الصلاة. قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فالغي هو واد في جهنم والعياذ بالله، وهذا وعيد شديد للذين يضيعون الصلاة يتبعون الشهوات.